فريق نادي بيراميدز خاض أولى تدريباته في العاصمة الإماراتية أبوظبي استعداداً لخوض أولى مباريات الفريق في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات. أقيم المران على ملعب الكريكت في أبوظبي وشهد العديد من الجمل الخططية اللي نفذها الفريق بمشاركة جميع اللاعبين. أما فريق الكرة بالنادي الأهلي فقد خاض أولى مران له بالإمارات استعداداً أيضاً لبطولة السوبر المصري المقرر إقامتها ما بين يومين 20 و24 من شهر أكتوبر الجاري. تدرب الأهلي على ملعب الكريكت في أبوظبي، وبدأ مارسيل كولر المدير الفني بمحاضرة خاصة مع اللاعبين تحدث فيها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمواجهة سيراميكا بنصف نهائي كأس السوبر المصري. وشهد هذا المران فقرة بدنية بجانب عدد كبير من التدريبات المتنوعة. أما لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقد أدوا فقرة تدريبات بدنية متنوعة في بداية المران اللي أقيم على الملعب الفرعي باستاد زايد استعداداً لبطولة السوبر المحلي. اللاعبين خاضوا هذه الفقرة تحت قيادة مدربي الأحمال بالفريق، وده من أجل تجهيزهم بالشكل الأمثل لكافة المباريات القادمة. أما بعثة الحكام إلى مدينة أبوظبي بالإمارات فقد وصلت استعداداً لإدارة مباريات بطولة السوبر المحلي، تتكون من حكام الساحة أمين عمر، أحمد الغندور، محمد معروف، محمود ناجي، والحكام المساعدين أحمد حسن طه، محمود أبو الرجال، شريف عبد الله، عمر فتحي، وحكام تقنية الفيديو محمود عاشور ووائل فرحان. فريق الإسماعيلي فزع على فريق البدع القطري بنتيجة 5 أهداف مقابل لا شيء في أولى مباريات الفريق بمعسكر الدراويش اللي بيقام حالياً بدولة قطر. المباراة جمعت الفريقين على ملعب استاد الدوحة. فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي فاز على فريق الزمالك بنتيجة 26-25، وده في نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية اللي بتستضيفها المغرب في الفترة من 10 حتى 19 من شهر أكتوبر يتأهل إلى النهائي. بروسيا دورتموند حقق الفوز على فريق سانت باولي بنتيجة 2-1، وده في اللقاء اللي جمعهم على ملعب سيجنال إيدونا بارك ضمن منافسات الجولة 7 من الدوري الألماني لكرة القدم. رفع دورتموند رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الألماني، بينما تجمد رصيد سانت باولي عند 4 نقاط بقي بها في المركز 16. كده خلصت نشاط رياضية. نعود مرة أخرى لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع محمد عبدو ودينا شرف. لك يا محمد. شكرا لك مصطفى.